العملية الأولى من نوعها هي هذه المنشأة الهامة والباخرة بولغا، باخرة ذات حجم 4500 طن، اللي من أهداف هذه الباخرة هو اكتساح سوق جديد للتزويد بالمواد البترولية في عرض البحار. حتكون لها فائدة بالنسبة كذلك للسوق المحلي، لأنها تغطي يعني تنقل مواد بترولية من 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 مصانع أرزيو إلى الجهة الشرقية، وكذلك من سكيكدا لجيانال دو سكيكدا للمصانع تاع سكيكدا لرافينري دو سكيكدا، كذلك للجهة الغربية والشمال. حسينا 12,000 باخرة، حبينا نروحوا لهذا السوق الجديد هو تزويد هذه الباخرات بالمواد البترولية عبر هذه الباخرة الأولى، وحيكون كذلك 3 بواخر راح تتبع هذه المنشأة في القريب إن شاء الله.